السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي أهواء دين سلامي وأولاشي نمزور كوكن أم بيوتي ورانت ديها جنل كان كعصوبتا سبسكرايب نوصار هدي أدنا لجو جرتقيت تلاقي كومنتيكا سور دواد والالها قالي آدي أدو ما سنتين سيدو قروح دي بضان آدي ديري قلسان مهد سندين. أوكي أصحابتي دقالي ما أنتو حايدين وداد دروعي دا إن شاء الله أوكلت دوغن دبعا وان دين سو ساساري دونا هدو إلهي رادو ميد بنو عيسى كاج عشا كدو قندون تا دبعا هدي أدو باهنتين لمبر كان مر والبو عساري يعني شاشة دا غدالب كاو كسو ديوان دون تد إن شاء الله هدو إلهي رادو سلا سوع دونا كسن أسحابتي دقالي نقشة دا هوا كانا بعيارة وا هدو حان إذن تسنا إنا تفهنتانا مهم بعيارة وا أسحابتي دقالي بعويني سنوا هليسا كان مركوسان يهي أو بعيار يهي هدي أدو باهنتا بعويني سنوا هليسا إن شاء الله جملي التفاريق ونقلس وحريري كرتا يوصيدو كليتا ونسيادة حتى هدي أدو باهنتا هاي جملي التفاريق أيغان وهليسا إن شاء الله سحابتي دقالي أسو دوادا إذن لايا هاي هدانا وحا إذن تسين دونا كالرد كالمد ممد كالمكاد عوا أركيسان سلا سعود وناسان سحابتي دقالي قيبا هدنبانا مركي دماتا إن أركي دونا سيدي خصوة بحيان إن شاء الله سحابتي دقالي سلا سعود وناسان حتي دقالي قهوة صو أركتين ما شاء الله كلر كان كمدع عن خدها إن بعد ما نأذي وقروح بدنيا هاي طبعا هدي أذو بهنتهين إن شاء الله وحنا نجلس وحريد كتان سيدا نهاري إذا نكوجو شغاي بو نمبر كسي نجلس وبيع دون تان إن شاء الله دلف كي نكوسو دي من دون تان حتي دقالي قه وأول شيء نقوم الزهور كوكن أم بيوتو إذا نقيسو مرة قد يمر استعد السود وهذا وكساس حتي دقالي قه
waxa idinkaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. You said